السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير يا رب. اهلا بيكم معايا النهارده في وصفه جديده. النهارده هعمل معاكم عجينه البيتزا. هقول لكم طريقتي في عجينه البيتزا عشان تطلع معاكي طريه وتطلع معاكي كمان حلوه قوي. بصوا المكونات معايا هنا. الدقيق ده اللي بستخدمه اللي هو اسمه دقيق مصر، وممكن كمان الدقيق اللي هو 5 ستارز بتاع البيتزا برضو بيبقى جميل قوي. ده هاخد من الدقيق 4 كوبايات، هحط عليهم هنا هوت في معلقة ونص كبار خميرة، وعليهم معلقة ونص سكر. حطهم في الطبق ده وهدوبهم بشوية مية، مية دافية طبعا، دي مية الدافية دي نص كوباية بس. يعني لسه مش عارفة العجينة هتاخد معايا قد ايه، مش هضيفها كلها، يا دوب بس هدوب الخميرة والسكر مع بعض. ومعايا هنا معلقة ملح ومعلقة زعتر صغيرين، وبعدين هنا حتى الزيت هاخد منهم 4 معالق زيت. والخميرة بتاعتي اللي انا بستخدمها هي النوع ده، النوع ده ممتاز، النوع ده تركي ممتاز جدا، بيخلي الخميرة يعني بيخلي العجينة معاكي حلوة وبتعلى وبتبقى حلوة جدا بصراحة. دايما بجيبه وبجيب العلبة الكبيرة دي وبشيلها عندي ودايما بستخدمها. دلوقتي انا هجيب العجان بتاعي، هحط فيه الدقيق، هحط فيه كل الحاجات على بعضها، وهبتدي اضرب لغاية وهزود مية شوية بشوية لحد ما العجينة تلم معايا. انا حطيت كده اول كوباية ودي تاني كوباية، هما ال4 كوبايات هيعملوا معايا 2 بيتزا كبار حجم كبير كده. 4 كوبايات حطيتهم، هحط الملح والزعتر ونص علبة الزبادي و4 معالق الزيت والخميرة اهي، مش عارفة باينة ولا ايه، هي عليت معايا شوية، مفيش 3 دقايق بالظبط كانت عليت. هضيفهم دول كمان وهشغل العجان، وبعد كده هبتدي اضيف المية حبة بحبة لحد ما العجينة تلم معايا وتبقى كويسة. دلوقتي العجينة بتاعتي خلاص عجنتها حلوة قوي في العجان، قسمتها نصين كده عشان انا اعمل 2، هدهن وشهم بالزيت وهغطيهم وهسيبهم بقى في مكان دافي يخمروا. ممكن تفتحي الفرن 5 دقايق بس وتطفيه في بداية العجن، وبعد كده تطفيه لحد ما تخلصي عجينه كده، وبعد كده تغطيهم وتحطيهم في الفرن. بس اهم حاجة تغطيهم حلو قوي علشان وشهم ما ينشفش، ما يحصلهمش حاجة. دلوقتي هسيبهم في الفرن او مكان دافي، اي مكان دافي عندك هيخمروا، وبعد كده هرجع اوريكم هعمل بيهم ايه. دلوقتي العجينة بتاعتي خمرت خلاص اهي، حطيتها هنا تحتيها بقى دقيق وهبتدي افردها. بصوا العجينة ملمسها جميل جدا، طرية قوي. هفردها دلوقتي عشان احط عليها الحشو. دلوقتي انا فردت العجينة بتاعتي كده على صينيتين، دي واحدة هغطيهم طبعا واسيبهم يخمروا مرة كمان. مجهزة معايا هنا فلفل رومي ومعايا مشروم، هقطعهم ترانشات، ومعايا كمان زيتون مقطع بتاع البيتزا، ومعايا كمان بسطرمة. هعمل واحدة بالبسطرمة وواحدة بالخضروات، مارجريتا يعني، هعملها بالخضروات بس بالمشروم والفلفل والزيتون. بالنسبة لصلصة البيتزا هعملها بطريقة كده سريعة، حطيت هنا 2 معلقة صلصة و2 معلقة كاتشب وملح وفلفل اسود وزعتر و2 معلقة من الزيت، وهبتدي اقلبهم في بعض كده بالشوكه. حسيتي انها تقيله معاكي شويه ممكن تضيفي لها 2 معلقة ميه دافيه، وده كده هيبقى قوامها. هضيف لها كمان شويه كده صغيرين من الثوم الباودر. بعد ما البيتزا خمرت مره كمان حطيت عليها الصلصه، وهبتدي احط المكونات بتاعتي كلها. حطيت دلوقتي كل المكونات على البيتزا، حطيت فلفل احمر واخضر ومشروم وزيتون، وهدخلها الفرن دلوقتي على السوجه اللي تحت. الفرن سخن طبعا، هتقعد حوالي كده 5 دقايق ل7 دقايق على السوجه تحت، وبعد كده هطلعها فوق. قبل ما اطلعها فوق هحط لها موتزاريلا على وش البيتزا، وهحط عليها كمان جبنه رومي هبشرها، وبعدين هنزلها تحت الشوايه شويه تاخد لون لو حابة يعني، وبعد كده هطلعها واغطيها بحيث تبقى معايا طرية 2 دقيقة كده بالظبط، وبعد كده هقدمها. البيتزا استوت معايا كده نص سوا، دلوقتي رشيت عليها جبنة رومي مبشورة وهحط كمان موتزاريلا وهدخلها الفرن مرة كمان. يا رب يا بنات الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، ولو عجبكم ياريت لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل اللي انا بعمله. وسلام.